قام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه يوم أمس بمزاولة التدريب على الطيران مع الكابتن صلاح السعيدي، وذلك جريا على عادة جلالته في استغلال إجازة نهاية الأسبوع في الهوايات المفيدة، حيث إن الطيران من الهوايات المحببة لجلالته حفظه الله ورعاه، وتشجيعا من جلالة الملك المعظم لمحبي هواية الطيران. وقال جلالته: كما يطيب لنا أن نسجل اعتزازنا بالطيارين البحرينيين العسكريين والمدنيين، حيث نشهد تقدمهم المتواصل في هذا المجال. حصة مفيدة.